استاذنا، كم محطة رصد زلازل في مصر الآن؟ هي تقترب من ال80. من ال80 80 محطة. أهمها وتوزيعها؟ يعني أنا مش هقدر أقول إن في محطة أهم من محطة. كويس. هو كل ما أنا ركزت عدد محطات كبير كل ما كان أفضل. التركيز بتاعنا فين دلوقتي؟ ما هو التركيز حوالين الفوارق، يعني مثلا حوالين أسوان، حوالين السد العالي دي لازم تكون فيها تركيز. لو سيادتك شفت سينا برضو فيها محطات كتير تكثيف وحضرتك. تكثيف. لو لاحظت المنورين قوي دول حوالين القاهرة، اللي هم منورين باللون الاصفر دول حوالين القاهرة، حوالين الباقي كله ده لا، هو التفريق بين الاصفر والاخضر ان دي ساتلايت كلها، اللي هي الاخضر والاصفر ده لاسلكي. يعني اذا احنا عندنا مناطق تركيز المحطات خليج السويس والقاهره واسوان. و يعني اغلبه بقى انتشار بانتظام زي ما سيادتك شايف كده. كويس. مهمه المحطه تعمل ايه؟ المحطه بتبقى زي بتستمع لحركه الارض، يعني كانها بتتنصت، بتسمع الارض. كل هزه الارض لازم توصل لي هنا. هنا ايوه، اي هزه في الارض، مش اي هزه بس، ده انا بجيب النويز يعني مستمره 24 ساعه. ده هي لما بتيجي هزه بتبان بقى ان في هزه. انما انا بقى حركتها 24 ساعه توصل. يعني حركه قلب الارض ديت انت عندك قدامك طول النهار، لو حصل اي ارتفاع بيبان على طول ان في ارتفاع، يحللوه بقى الاخوه. انت بتتنصتوا على الارض ازاي؟ بكم طريقه؟ هو بيبقى في اجهزه اسمها سيزمومتر. يعني ميتر دي يعني بيقيس السيزميك، دي معناها ان هي هزه، يعني هو اسم يوناني بس يعني هزه. فانا بستمع لحركه حتى النويز بتاع الارض اللي هو ما يسمى بالايه؟ تشويش الشوشره. يعني حتى الشوشره دي لازم تسمعها. ليه؟ ليه الشوشره كمان بقيسها؟ بعرف منها، بتدرس برضه وبيبحثوها البحثاء، يجيبوا لي تكوين الارض اللي حوالين المحطه من الشوشره حتى. يعني من الشوشره وغير الهزه، مش الهدف الزلازل بس، الهدف هو دراسه الارض وتكوينها. يعني يجي يقول لي يعني أنا ممكن من موضوع الزلازل أعرف تكوين الأرض، ده مش عارف صخرية، ده مش عارف إيه، وأعرف منها حاجات كتير. الزلازل بتزدهر في المناطق الصخرية ولا المناطق البحرية من خلال رؤيتك؟ أنت قصتك البحر أول كده؟ ما أصل البحر برضه يبقى للأرض اللي تحته. يعني مش البحر نفسه كميه، لا هي الارض نفسها وحسب تكوينها. يعني في يعني يمكن الدكتوره شاد قالها، في فوالق في الارض وهي دي اللي بتعمل الهزات. يعني في فالق بيبقى ما بيعملش هزه، لكن بعد شويه ممكن يعمل لي هزه وتطلع منه. عشان كده في محطه الضبعه لما جم يعملوها قال لي لازم تدرسوا لنا الارض، وقعدنا ندرس فيها 10 سنين عشان ما فيهاش فوالق، عشان يقول لي ان ما فيهاش فالق اللي هو ممكن يعمل هزه ياثر على المحطه. يعني انت ممكن تعمل استشارات في مثل هذه الحالات. ايوه، اي مبنى بيتعمل كبير في جمهوريه مصر العربيه لازم يجي ونروح ندرس لهم الارض اللي تحتيها وكود الزلازل، ونقول لهم دي اوكي. ده عشان اطلع لهم الكود، بس ممكن اقول لهم ان ممكن يبني او ما يبنيش كمان لو كان في فالق جامد. ما تيجي نشوف المحطات مع بعض كده، اتفضل. عندنا 5 مراكز. اسوان دي اسوان. الخارجه دي الخارجه. الغردقه. القاهره طبعا ده المركز الرئيسي، دي اللي منوره بالاصفر. بس الاحمر ده هو المكان. كويس. وبرج العرب دول 5 مراكز. 5 مراكز المفروض كان عاملينهم زمان على سكس، كان هيبقوا ايه، يجمعوا من اللاسلكي وبعدين يدوا للرئيسي. كويس. لان انا اللاسلكي انا بضطر اوصل من محطه لمحطه كده. كويس. انما الساتلايت فوق كل المحطات بتديله، فممكن اجمعهم في مركز واحد. طيب. اللي هو القاهره. كويس. انت قلت لي ان خليج السويس اهو شايف سيادتك في تركيز. ليه؟ لانه عندنا، لان في فالق موجود. وخليج العقبه برضه في فالق. يعني خليج العقبة، خليج السويس، أسوان في فالق برضو أيضا. وأظن بعد كده الحاجات ما هياش لها نفس الأهمية، يعني ما لهاش نفس، ما تعملش مشكلة، يعني ما تعملش مشكلة حواليها. إنما لو رحنا ركزنا في المنطقة الخالية ديت، ما في منطقة خالية هي لو بدأنا نعمل فيها نشاط يبقى لازم نروح لها. في منطقة خالية هي اللي هي جنوب غرب القاهرة. آمنة القاهرة الحمد لله.